ينضم إلينا من القاهرة العزب الطاهر الكاتب الصحفي في جريدة الأهرام. مرحبا بك إلى هذه النشرة. بعد الفيتو الروسي ورفض القرار الروسي من مجلس الأمن، هل حان الأوان لتوافق روسي أمريكي لحسم الملف؟ يعني قناعتي بعد هذا التطور السلبي أو البالغ السلبية بعد استخدام روسيا الفيتو ضد المشروع الفرنسي التي كان يدعو إلى وقف فور إطلاق النار وتمهيد الأجواء للمساعدات الإنسانية ثم تمهيد تحقيق أجواء مواتية لاستئناف المفاوضات، والذي وقد وصف هذا الموقف الروسي باستخدام الفيتو من قبل البريطانيين أو من قبل الوزير البريطاني بأنه عار. وفرنسا بالطبع أبدت استياءها، وكان رئيس فرنسا قد حذر من لجوء موسكو إلى استخدام الفيتو، ولكن ليس لدى فرنسا آليات معينة لتنفيذ تحذيرها، أما أن الأمر سيقف عند حد التلاشم الفكري، التلاشم السياسي والإعلامي. على أي حال، أنا في تقديري أن هذا الموقف من قبل روسيا قد لا يساعد على تعميق التفاهم مع أمريكا أو مع الإدارة الأمريكية الحالية، ولكن قد يزيد من مساحات التباعد، خاصة أن الأمريكان أوقفوا التفاهمات قبل حوالي أسبوع مع روسيا ضوء تصاعد او تصعيد موقفها العسكري الداعم بقوه نظام الاسد في حلب، واستخدام أسوأ ما لديها من قنابل استراتيجيه وفسفوريه الى جانب النظام والمساهمه في قتل المدنيين وتدمير المستشفيات. وبالتالي انا اظن ان المساله في حلب ستظل تراوح مكانها من حيث الاستمرار في استخدام القوه الفتاكه من قبل الاسد، نظام الاسد وروسيا الى جانب حلفائه والاطراف الاخرى ايران وغيرها من الاذرع الشيعيه في المنطقه، وبالتالي ستظل حلب تشكل نقطه سوداء في تاريخ الصراع بسوريا، لان المجتمع الدولي خاصه القوى الكبرى لم تحسم امرها ولم تنضج ارداتها بعد انهاء الوضع في سوريا. نعم سيد الطاهر، عفوا، انه لم تنضج بعد الايرادات سواء على المستوى الاقليمي او على المستوى الدولي، لان هناك مصالح تتحقق من استمرار الصراع على هذا النحو. نعم سيد الطاهر، نعم سيد الطاهر، في ظل هذه الصراعات وهذا هذه المصالح، يعني المندوب الروسي قال انه الكل يعلم ان مشروعي القرارين الروسي والفرنسي لن يتم تمريرهما اساسا من مجلس الامن، ما الجدوى من هذه التجاذبات وفي مجلس الامن، وكيف يمكن اجبار النظام على وقف جرائمه ضد الشعب في وقت يغيب فيه التوافق بين القوى الكبرى أساسا؟ أنا أظن أن اللجوء إلى مجلس الأمن من هذا الطرف أو ذاك، سواء من فرنسا أو من روسيا أو حتى من طرف أخرى، هو نوع من إبراء الذمة الدولية. نعم. صح التعبير كما يحدث في حلب وفي غيرها من مناطق في سوريا من قمع عسكري وقتل يومي وعذابات يومية للمواطنين والمدنيين، ومن ثم الخيار في تقديري في سوريا لن يتم عبر اللجوء لمجلس الامن في ظل التناقضات القائمه بين اطرافه الكبرى تجاه ما يحدث في سوريا، ولكن يتم بتحقيق خطوات على الارض، اولها في تقديري تحقيق وحده المواقف بين الفصائل السوريه نفسها حتى تكون كتله صلبه في مواجهه النظام. واليوم كما ذكرت انت في تقريرك قبل هذا الحوار أن المعارضة تصدر، المعارضة مسلحة تصدر في قوات النظام في بعض مناطق في حلب وأوقفت تقسيمه الذي كان يفاخر به قبل أيام. النقطة الثانية هي الإسراع بتزويد المعارضة بالأسلحة القادرة على وقف الغارات الجوية سواء من قبل النظام أو من قبل الطيران الروسي، وذلك أمر يسير. نعم شكرا لك سيد العزب، أعتذر عن المقاطعة، لم يبقى لدي المزيد من الوقت. العزب الطاهر الكاتب الصحفي في الأهرام المصرية، شكرا جزيلا لك.